الكلام في أهل العلم ما تجرأ عليه أحد إلا وخذل. ولهذا قال الحافظ ابن عساكر في أول كتاب سبيل كذب المفتري: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله يعني وسنة الله لهتك أستار منتقصهم معلومة. لما كان ذلك؟ لأن النيل من العالم ليس نيلا من شخصه، وإنما هو نيل لما حمله من العلم، وإلا فلو لم يكن عالما وتخلى من العلم، يعني لو تصورت أنه أزيل عنه العلم وبقي فلان بن فلان المعروف أو العالم المشهور بدون علم لأصبح هذا لا يقع فيه، لكن لما حمله من العلم الذي يخالف ما عنده فإنه يقع فيه، وهذا لا شك أنه من البعض. وهذا مما نهى عنه السلف أشد النهي، وتكلموا في ذلك أشد الكلام، واستثنوا من هذا حالة وهي فيما إذا كان التحذير من العالم تحذير من خطأ وقع فيه حكم عليه العلماء بأنه أخطأ فيه، مثل ما قال صالح بن كيسان ورويت أيضا عن الإمام أحمد فيما أذكر، قيل له: إنك تتكلم في أناس من العلماء قد ماتوا، أفلا تخشى من ذلك؟ قال: ويحك، ألا ترى أني أنفع لهم من أمهاتهم وآبائهم؟ ألا ترى كيف أحجز الناس عن أن يتبعوهم فيما أخطأوا فيه فتعظم أوزار المتبع؟ فهو يرى أن هذا الذي أخطأ فاتبعه الناس على خطأه أن من محبته أن يبين أنه أخطأ حتى لا يتبعه الناس على خطأه فتعظم أوزاره، لأنه قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا الكلام في العلماء هذا حرام ولا يجوز، وإذا احتاج العالم وليس العامي أو الشاب، إذا احتاج العالم إلى أن يبين خطأ عالم آخر فعند العالم ضوابطه فيخطئه فيما أخطأ فيه نصحا للأمة، ولكن لا تراه يطعن في سلوكياته التي لا علاقة لها بالمسألة التي أخطأ فيها. مثلا تجد أن بعضهم أخطأ في مسألة علمية أو في مسائل علمية، فتجد أن الذي يتكلم ويريد أن يحذر من خطأه يتعرض لمسائل سلوكية، يقول: كان في صغره يفعل كذا، وكان يلبس كذا، وكان يحضر كذا، وهذا لا شك أنه مما لا يؤذن به شرع. كيف تنتقل من شيء لا نفع للناس به في أن تحذرهم تبين لهم عورته، أنت اطلعت على أنه كان في صغر عمل معصية كذا وأخذت له صورة كذا، أو أنه في بيته كان له كذا أو إلى آخره، فتنشر هذا ليس لها علاقة بخطأه الذي أخطأ إما في التوحيد أو خطأه الذي أخطأ في العقيدة أو في الفقه أو إلى آخره. فإذا إذا تجاوز الناصح حد النصيحة المأذون بها شرعا في تبيين ما غلط به العالم فإنه ينتقل من كونه ناصحا إلى كونه متعديا على حق أخيه المسلم، فيما إذا قال شيئا لا يحتاج إليه في نصيحته، مثل الكلام عن سلوكياته، الكلام عن أشياء لا علاقة لها بالآراء وما أشبه ذلك. لهذا ترى أن الآئمة رحمهم الله تعالى فيمن ردوا عليه من معاصريهم لم يفضحوهم في شيء من أعمالهم، وإنما امتثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، هذا في الصحيح. فإذا هناك مسبة لا يؤذن بها، وهي التي لا يتعلق بها ونصيحة للأمة فيما تكلم به العالم. فإذا هذه المسألة التي نبه عليها الشيخ لها ضابطان: الضابط الأول ألا تتكلم إلا فيما فيه نصيحة للأمة
فيما تعلق به الخطأ الذي يخشى أن يتعدى للأمة، هذا واحد. والثاني أن يتكلم العالم، وأن لا يتكلم صغار الطلاب طلبة العلم أو المنتسبين أو العوام يتكلمون في أخطاء الناس، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، لأن هذا يربي في الناس النقد، نقد للعلماء جميعا، هذا أخطأ في كذا وهذا أخطأ في كذا، وبالتالي لا يكون للدين ولا للعلم حرمة في القلوب بعد زمن. فلهذا إذا أخذ بهذا الضوابط ألا ينتقد إلا عالم، وأنه إذا انتقد وبين الخطأ فيما فيه حاجة شرعية ماسة حفاظا على الأمة ونصيحة للأمة، فإن هذا لا بد منه. وما عدا ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يشغل نفسه بذكر أهل العلم إلا بالخير، لأن ذكرهم بغير السبيل، لأن من ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل كما قال الطحاوي في عقيدته.